اليوم باش نحكي لكم على جان بول غوتي لو بو لو بارفان. هذا يلا العشيق نتاع البرفانات السكري لانا باش نلقاو نوا دو كوكو والحبوب والتونكا. الافتتاحية نتاعو جميلة ما بينات جانب حمدي اللي هو الاناناس والجانب التابلي عندنا الزنجبيل وينيرب اروماتيك اللي هو السيبري شجر الصرو. افتتاحية ما بين تنعويشة وحرارة. بروغريسيفمون بعد 30 دقيقة باش يطغى فيه الجانب الحلو واللي باش نحسوه على طول النهار بين النوا دو كوكو اللي هو باش نحسوه فاكهي فخويتي باش نحسوه ليجيرمون سكري. فيه تنعويشة واكزوتيك. حبوب التونكا كي باش يتخلط معاه باش يعطي اكثر غورمانديز للعطر سورتو اللي يحبوا لي بارفان سكري على الاخر. فيه في تونكا فاوح مش نورمال. ريحته غنية برشا اكسبسيونيل وعندها أوجه كثيرة باش نحسها عاطية على الفاني عاطية على الطبق غورموند عاطية على اللوز وإلا خشبية باش يزيدو دونسيتي أكثر نوتات خشبية وخشب الصندل وكي يبرد النوتات البودرية اللي هو خشب الصندل زادا يعطي هكا لاسبي ليجيرمون بودري مع الصوصل باش نحسو العطرة ذيا دسم معناها كريمو وباش نخلط معاك الجانب السمغي نتاع العنبر باش يعطي برشا برشا دونسيتي عطر تحفون على الاخر في البرفورمانس نتاعو. تحفون ننصحكم باش تكتشفوه. ما تنساوش باش تشتركوا في القناة وباش تخليولي لايك على الفيديو.